محروس انا من جيل التسعينات دونك كي عاودوا ضيعه محروس على قناه الوطنيه الثانيه شفت اسم فرحات جويني في الجينيريك ما في باليش اللي انت تغني في الاغنيه هذه تاع تعالوا يا اصدقاء اي اولا انا كنت في سوسه كنت نعيش في سوسه العمل هذاك صار في زيني فيلم اخراج منصف الكاتب وتحت انتاج المرحوم محمد شبوح الله يرحمه وفي كانت مجموعه نيره جدا اللي صورت واللي عشت معاهم المجموعه هذيك قريبة 6 شهور من العمل كامل عمل كبير برشا صار ولكن انا عملت الموسيقى التصويريه نتاع لكن الموسيقى التصويريه كلها نتاعي نتاعك الكل في كل يعني حلقه ثم اغنيه كلها نتاعي ودخلت وقتها حتى الايقاع التونسي كالبنواره ودخلت البطايحي دخلت حتى الفزاني طرابلسي دخلته يعني حبيت لان حسيت اللي وقتها اللي زيبيزود هذوك باش يمشوا للعالم العربي وعملت الجينيريك الجينيريك هذاك 3 مرات نعملوا منصف الكاتب ما يقبلوش علاش منصف الكاتب مخرج كبير اكزيجون والله والله وقتها وقت اللي نجي نجيب العمل وكل شيء انا نجيب ونسمعوا المنصف الكاتب ما يغزرليش نهز العمل نتاعي ونخرج في الثالثه وقت اقتناع قال لي برافو قال لي حلو برشا جينيريك ويعني فريمون غني هو لنا فرحة والله والله شوف امس بركه نسمع في سيف الدين هلال اللي هو معناتها ما شاء الله تبارك الله عليه في نسمع فيه في اذاعه شمس يعني في انترفيو وهو ان رونجور كبير برشا سيف الدين هلال وقاري في امريكا كل شيء البارح سمعته يحكي عليا قال لهم انا راني شرفني قال لهم اكزامبل ضيعه محروس التو الموسيقى نتاعها يسمعوا فيها وش يهبلوا عليها وي صحيح ولليوم نحب نتفرج والله كلمته وقتها انا كلمته قلت له كلامك فريمون نحس بها الحكايه راه والاغنيه الحقيقه مزيانه برشا عمل عنده 26 عام ما شاء الله مع عمر عبد معناها عمر عبد وشوي معناتها سمعنا برافو يعطيك الصحة برافو عليك فرحات جويني غنية محلاها غنية تخلينا نحنوا للماضي علاش اليوم معنا حنين كبير للماضي حنين للتسعينات حنين للمسلسلات متاع قبل لأغاني قبل علاش مانيش راضين يمكن بالحاضر متاعنا فرحات لأن الحاضر متاعنا اليوم نحسوا حاضر كله خاصة في كل ما هو موسيقى لأن بعد على تراثنا بعد على جذورنا بعد على أصلنا الناس حست روحها في زمن مهش متاعهم نحس برواحنا عن ونقول لك أنا من هالمنبر هذا باش نقول حاجة تلمون ثم ياسر ناس سوقوا للأغنية خاصة الأغنية حقيقة خاصة ثم أغنية أغاني راب هابطة جدا علاش فما اغاني علاش حكيت على الراب هكا هو لان الراب حتى ما غير الراب فما اغاني هما معناها اذواق فما ناس تغزر لهم هابطه فما ناس تعجبهم انا مع الراب وقت تكون كلمه صادقه
كلمة طيبة. مش اليوم الراب راهو ثم والله أغاني، والله نشوف في التيك توك، والله شيء فضايح، والله ما موجودة إلا عندنا احنا. وذيك اللي يميز الراب لغته لغة شارع في العالم أجمع، مش تونس هكاها لغة شارع، لكن لغة هذيك كلام زايد الكل. يا رسول الله رانا أمة لا إله الله محمد رسول الله، رانا أمة إسلامية، أمة عندنا ثقافتنا، عندنا تاريخنا، عندنا جذورنا. ولكن فن ناجح اليوم هو المطلوب واللي قاعد يحقق في أرقام قياسية. سوقوله سمحني سوقوله، ثم ناس كيفاش نسوقوله؟ هو في اليوتيوب يعمل عدد في مشاهدات كبيرة. هي أي أسر كل ممنوع مرغوب. حتى أنا كانت عندي قناة الجنوبية وكليت كفها، علاش؟ لأني ثم حاجات ما نتعداش، ثم حاجات ما نعديهاش، وكنت ساهل برشا راني باش حتى انا كنت ننجح. راه كيم انت تعرف اليوم معناتها النسب الكل هالموجوده، يلزم الواحد تعمل حاجات اللي هي يعني ما يقبلهاش الانسان. خلينا نسالك كيفاش نسوقوا الحاجه احنا ماناش نعديو فيها. وكي تقول لي فما كلام زايد في اغاني الراب، وانا نوافقك فما كلام احرج في بعض الاغاني، ياسر ما يتعديوش في الراديوات، ما يتعديوش في التلافز. بالطبع انا وقت اكزامبل انتم تعديوا فرحات الجويني، انا جيت ونعدي بالطبع اكيد راديو لان ثم رقابه وثم كل شيء. لكن الفنان هذاك من جهه اخرى على اليوتيوب يهبط اللي يحب هو اغاني اللي ما تسمعهاش. انا وصلوا ما في مهرجانات يغنوا في كلام زايد، وحقيقه معناتها والله العظيم شيء اسف، شيء اسف. اليوم هاك علاش الناس بدات ترجع بالتوالي، تحب تبعد على الجو هذية، على هالموجة هذية اللي لقات الناس روحها فيها. موجودة موجة خايبة ياسر، يعني مشيت في طريق خايب، يعني بدأت ترجع بالتوالي تحب تشوف. والدليل نعطيك دليل، زعمة ما ثماش ديسانيمي، ثم كل شيء اليوم، لكن ضيعت محروس. نرجع لضيعت محروس لأن فيها رسالة جميلة جدا من حيوانات. شوف انت فيك القالب هذاك تاع حيوانات كيفاش سوقوا، معناتها يعطوا رسالة حلوة برشا للصغيرات كيفاش يترب متربى على التربية، على التعليم، على الصحة، على كل شيء انطلاقا من حيوانات. يعني كي يجيك فنان هكا رابر ناجح وعنده فان بيز كبيرة وناس تبع فيه وعدد مشاهدات كبيرة، ويقول لك نحب نعمل معاك غنية فرحات جويني، تلقى فيها كلام أحرج طرف؟ شوف أنا اكزامبل بلتي يشرفني برشا، يشرفني تذاك، يشرفنا الكل هذاك. تذاك محلات قبل كاس العالم كيفاش استقبلوه كل شيء، والله اللي اليوم الصباح نتفرج فيه في دبي وكل شيء، صدقني قداش فرحت، وبعدها مرتي كل شيء، وقلنا الرجل هذايا معناتها فريمو معناتها شرفني برشا برشا، علاش لا؟ لكن من انا من انا اولا الغناء متاعي واضح، انا طريقي واضح، انا نغني كم بيب بيب العروسه جات وجوي هذاك، مانيش بتاع راب ولا بتاع. وعلاش ما تواكبش العصر الجديد؟ لا لا، علاش فما اغاني راب محترمه، فما اغاني راب فنانين يقدموا في اغاني محترمه ما فيهمش الكلام احرج لا حتى شيء، وناجحين ويعملوا في حفلات ناجحه كومبلي، الناس تتبعهم كبار صغار كيف كيف، علاش ما تواكبوش العصر؟ أنا وقتي وكل انت في وقت ما قلت انا سابق عصري. اي باش نرجع لك تو كانه العصر. هذا اللي جيت باش نحكي، هذا اللي جيت باش نحكي فيه، لان عام 93 انا اول فنان تونسي مع شركه افريكا كاسيت، وقتي كانت الكاسيت، اول مره تونسي نعمل جويني راب. عملنا الراب وعملنا يعني ألبوم كامل فيه الريجي وفيه الراب وفيه الجو هذاك الكل، منجحش معانا لأن وقتها العصر هذاك والعصر هذايا مهوش كيف كيف. احنا وقتها شنو الجو اللي نجح معانا؟ الإيقاع التونسي وقت اللي احنا الإيقاع هذاك يعني مبدل بإيقاع بديزانستريمون جدد بالبواتاريتم بالجيتار بالجو هذاك، وقتها نجحت معانا. لكن باش نغني والريجي وهكا الجو هذاك الله غالب ما نجحش معانا في وقتها هذاك. ولو كانت تذكروش جوني كان يغني معايا كالاصلع هذاك اللي معانا جيب الخطاب، وقت عملنا يانانا بالانجليز، عملنا نجيبك يا المصرار بالانجليز، ومشيت. لكن انت سبقت ايمان الشريف، معناه سمعت ايمان الشريف كي غنيت برشا الاماكن بالفرنسي وغيره. لا 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 انا مانيش انا غنيت، غناها جوني معايا وقتها في الفرقه. اي معناها اغنيه تونسيه ترجمتها ترجمناها بالانجليزيه وقتها ولا بالفرنسيه؟ انا عملنا نجيبك المسرار باللونجليز ونجحت وقتها.
في وقتها نجحت، لكن نجاح معناها تم فتره صغيره هكا ومشت على روحها، لانه وقتها الاغنيه التراثيه هي اللي كانت لها الزرقيه، البابور لها الزرقيه وكالجو هذاك، هذيك هي اللي ماشيه. نمشي ونختموا حوارنا مع فرحات جويني بكويز وستار ونرجعوا نكملوا. يلا لو كويز، اسئله نحب عليهم اجابات سريعه. شكون ساهم في نجاح فرحات جويني اليوم؟ الفضل نجيب الخطاب. نجيب الخطاب الله يرحمه. كيفاش اول مره تلاقيت مع نجيب الخطاب؟ نجيب الخطاب اول مره تقابلت معاه عام لا اله الله محمد رسول الله في 86 86 في دار جربه، وقت بورقيبه جاء في زياره الجنوب، اخر زياره لبورقيبه جاء في 86 جاء الجنوب، وقت أنا كنت موجود من بعض الفرق والفنانين الموجودين في جربة باش نحتفلوا بالذكرى هذيك. نجيب الخطاب عنده وقتها برنامج لو سمحتم جاء في دار جربة، وأنا كنت أول مرة نشارك مع نجيب، من وقتها بدأت اللعبة. الله يرحمه. اليوم فرحات جويني مظلوم إعلاميا؟ وديته بالعكس، منيش مظلوم، لكن أنا هو اللي رافض باش نمشي لعدة يعني، خاصة في التلافز لما برشا تلافز منوعات ما نمشي لهاش. علاش؟ لأن ما تشرفنيش. بما معنى؟ بما معنى وقت الفنان يمشي لهم، شوف شوف محلاك أنت وقت تكلمتني جيت نجري وفرحان. أنا قلت نجيب الارق نتاعي ونعملوا جو نهار سبت الناس كل شيء. أنا قلت لهم علاش فرحان؟ لأني نعرفك أنت، نعرف شنو سؤالاتك، نعرفك ماكش باش يعني. ثم والله ثم برامج وخاصة في الحوار التونسي مع الهادي، الهادي زعيم هادي وهادي حلقاته محترمة. لا لا الهادي أنا ما عنديش، أنا الهادي نقول الهادي زعيم سبب رئيسي في ابتذال الصوت قص عود ليه؟ يعني الهادي هو السبب الرئيسي في تحطيم الأغنية التونسية. تتقص هالو عندي برش الصوت تقص ما نعرفش يسنسرو فينا ما يحبونيش نحكيها لهي الزعيم. الصوت قاعد يتقص ولا كيف؟ به أنا قلت هالو في يعني اتهام خطير تمام. إذا شنو أنا شوف اليوم فما برشا فنانين محترمين يتعدوا مع هادي، خلينا نكمل لك وبعد جاوبني. نبيها كراولي، زياد غرسة، لطفي بوشناق وغيرهم من فنانين كبار في تونس يتعدوا مع الهادي زعيم. عامين التالي كيف ما هو كيف نوفل، نوفل زاد عيط لي عامين التالي راه مشيت له عام نول وليت عام نول، مشيت مع نوفل بعد ما ممكن استرعاني ثلاث أربع مرات وما حبيتش. فما شخصي بينك وبينه؟ لا لا لا، شنو الخلاف الشخصي؟ لكونه وقت اللي أنا حبيت باش ننتج وباش نعمل كل شيء حبوا يقصوني. أنا وقتها خدمت في، لو كانت تذكرها مليح عجبت الهندوية ليلى خان. ربي نستسمحك نحب نفهم إسكو قاعدين نتسمعوا ولا ماناش نتسمعوا يا جماعة باش نفهم وين وصلوا يسمعوا فينا، وين وصلوا؟ باه نرجع لك لسؤالي نعاودو. هادي زعيم قاعد يسنسر فينا فضلك معاك هدود، يعرفني نحبو برشا ونقدرو برشا. قلت لي هادي ساهم فيش؟ الهادي ساهم باش عمل قطيعة وقسم الفن في تونس وخلق هذيك معناتها ثم فن وفن. أنا يعني قلت لك الهادي باش نقول لك ساهم في ابتذال الأغنية التونسية، حطمها الاغنيه. وانا قلت لك اللي هذا اتهام خطير. شنو وقلت لك؟ راهو فما فنانين كبار كيما نبيها كراولي، زياد غرسه، لطفي بوشناق وغيره، فنانين عرب واسامي كبار يتعداو في فكره سامي الفهري ويتعداو في برنامجه زاده كيف في الراديو. والحقيقه بكل امانه وبكل ما مش دفاعا على هادي زعيم يعني زميلك. لا والله لا ولا والله بالحق نحكي معناه بكل امانه ومش مشكل زميلك. دافعوا على بعضكم، دافعوا على بعضنا في الحق. والله العظيم راك بزع. لا اقسم بالله هذه شفتها فرحات، خلينا نكمل. البوليس يقول زميلي بوليس، فرحات الاعلام يقول زميلي. كان احنا الفنانين العربنيين نضربوا في بعض. انت انا حسب هكا تقديري فما خلاف من برا دخلته لداخل؟ لا انا 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 خلافي مع الهادي زعيم صار تو عنده سنوات. بالعكس احنا منافسين تو. بالعكس انا نفرح كان انت نورمالمون اللي انت تحكي على هادي زعيم. لا الهادي زعيم صار بيناتنا خلاف، لان وقتها جبت ليلى خان من الهند وعملت ان تري بون برودوي باش للسياحه في تونس، مشيت صورته في دوس وعملت عمل جميل جدا، لكن قصاوني كي هو كي نوفل وقتها.
ما عندكش معناها هيدي ما عندنيش كلمت وانت يا اخي ما عندكش اي ماهوش كلمت البير واقسم بالله والله العظيم هو لو كان يسمع فيا والله يوصل معناتها نكلم فيه معناتها وبعث لي بلوكيني يعني فريمون حاجات ما تجيش هكا نجم ما تعدينيش حره ما تعدينيش لكن ماهوش هكا انا انتجت انا عملت تعبت وكل شيء وبعث لي انت ما تعدينيش يعني من وقتها وبديت نشوف شكون يعدي تمام حتى ثم مرة والله العظيم والله حاتم عمارة في بلاتو هو حاتم عمارة ومعها في بلاتو وقتها نسيت والله العماري لطفي العماري وجماعة كلام الناس كلام الناس يعطيك صح والله العظيم وقتها اتفقت مع حاتم باش نجي وكل شيء اخ اللحظة قبل يمكن بنهار يكلمني يقول لي سامحني راه ما عندناش وقت وكل شيء وجابوا شكون جابوا في عودي والله لو كان ذكرها نرمين صفر وقت حط لهم صباطة على الواحد على الطاولة نرمين صفر جابوها في عودي معناتها يعني يدل لي كونة معناتها تصور انه فما سوء تفاهم فرحات لا والله 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 لا شوف انا لو قلت لك نجم يتصل بيك ويفهم شنو اللي صار انا لو نقول لك عليه انا ولادي جويني تعدينا في فرنسا دو في ام 6 فرنسا دو نعرف نعرف تستحق كبيرة هذا تستحق وعندنا توا مسيره 40 سنه اللي حبينا شفنوه رانا شفناه وكملنا تو نخلوا للجيل الجديد ان شاء الله ربي يوفقه احنا ممكن ياسر نكملوا هالعامين ثلاثه ونعلقوا الصباط مازال 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 الخير ومازال العمر نخلوا للجيل القادم وربي يشد لك للجيل القادم ان شاء الله ربي يوفقه وربي يشد لك اما احنا تعدينا في وقت حلو وتعدينا باحترام ونحب نحافظوا على هذاك الاحترام اللي بيننا هو اكثر مما اجيب حدا ضيف كيما مثلا محمد جبالي كان حكي ومن بعد تفضل خلاف كيف كيف حسين العفريت كان حاضر وتفضل خلاف معنا في الورتاني تصور كلامك تا يوصل لهم وكان فما سوء تفاهم معلش ليه لا ان شاء الله ربي يعاونهم ربي يعاونهم ربي يعاونهم لكن احنا الحمد لله ربي اسئله قلت انا سؤال وجواب سريع يا اخي طولناها وقصه باش نختم معك بالسؤال هذا الدنيا متاع وخير متاعها الزوجه الصالحه الزوجه الصالحه ربي يخليها لي زوجتي منيار هذيك فريمو هي اللي هزت معايا يعني حياتي كاملة هي اللي فريمو معناتها بنات معايا عائلتي هي اللي ربت لي صغيراتي هي الفريمو زوجتي الحق أحسن زوجة في العالم ربي فضلك وقفت معك برشا وسندتك برشا أنا تعديت بمرحلة خايبة خلاص خاصةً تعرف وقتي كانت عندي التلفزة وكانت عندي المشاكل مع العجرودي وكانت عندي مشاكل كبيرة فضلت أول مشاكل الحمد لله كل شيء تفضل ولباس علينا ونعمة من عند ربي وذريتنا ما متربين ولباس ونعمة من عند الله الحمد لله وربي خلاها لي ربي فضلها لك أنا نشكرك برشا فرحات جويني نشكرك على صراحتك نشكرك على الحوار الممتع هذا اللي معك الحقيقة استمتعت فيك. بالحوار معك نتمنى لك التوفيق والنجاح شكرا لك يعيشك وربي فضلك ربي فضلك بعد شوية سارة حنا نشي تكون حاضرة بحثينا خليكم معنا راجعيننا